مش تيجي وحش. تتفرج بقى انا وتشوف. وانا جاي بالطياره، انا اسف للمقاطعه، من 2019 في حاجات انا ما شفتهاش، وانا جاي امبارح شفت حاجات من الجو انا ما شفتهاش قبل كده، لا لا شفت تقاطعات وكباري عمرو بيه كل ما هتيجي يعني شبكه كباري في هتلاقي شرم حاجه الشيخ. جديده. طيب دلوقتي الايقونه بتعمل فيها حاجه اسمها الميتا، ميتا اللي هي منظومه السعاده، الميتا يعني اللي هو الماجيك اوف ان ذا اير، اللي هو ازاي تخلق جو سعيد للناس. اولا اضواء دلوقتي اتركبت خلاص تقريبا النهارده اخر يوم، موسيقى رائعه في ميدان دار السلام في الايقونه، مظبوط دار السلام يعني الناس مظبوط، دلوقتي بتروح تصور وتروح تتفرج، في اتوبيسات سياحه بتبقى ده واقفه تغيير والناس جديد، بتنزل يعني هناك. دي تكنولوجيا جديده اكيد احنا دخلناها شرم الشيخ، اللي هي الميتا اللي هي المبادئ او ازاي انك تدخل السعاده على المدينه، جميل على المواطنين جميل اللي هم بيتحركوا في المدينه. احنا بناخد بعدش حاجه، واحد على فكره مصري من امريكا هو اللي جه وجاب الفكره وانا اديته الفرصه وبيركب الحاجه عظيم دلوقتي، مصري عشان عظيم تعرف المصريين في كل مكان عباقره عظيم بيحبوا بلدهم اكيد. جايين، سياده الرئيس بيشجعهم وزاره الهجره بتحقق معاهم اتصالات، ونفسي اعرفها بقى طبعا بهذا الدكتور، دكتور مصري عايش في امريكا هو اللي دخل له وهيدخل لنا الميتا دي في عظيم مدينه شرم الشيخ، حضرتك ودخلت على شوقتنا فكره يعني.